لو بنتكلم على الاكس راي عموما بنتكلم على ان هي بيحصل لها اتنيويشن داخل الجسم. الاتنيويشن ده هو عباره عن اي فقدان للنمبر اوف اكس رايز اللي دخلت للجسم. يعني بالتالي بنتكلم على لما بيحصل عندنا فوتو الكتريك افكت بنفقد الفوتون خالص. الفوتون بيتحول يعني بعد الانتر اكشن مع الذرات اللي موجوده عندنا في التيشو بيتحول ان هو يكون موجود في مجرد بس الـ يعني بيطلع مكانه الكترون، يعني بيفقد يعني بيمتص بالكامل وبيطلع مكانه الكترون بطاقه حركيه عاليه. بالنسبه للكومبتون سكاترينج الحقيقه برضو نعتبر ان هو فقد لان هو بيحصل له سكاترينج، وعاده السكاترينج دوت بيخلي الالكترون يمشي في دايركشن مختلف ومعناه كده ان احنا فقدناه، لان احنا اللي يهمنا الحقيقه الالكترون اللي هو او الفوتون اللي ماشي ستريت من الاكس راي تيوب يوصل لغايه الفيلم او لغايه الايمج ريسبتور. اي اكس راي بيحصل له انحراف عن مساره بنعتبر ان هو فقد. فبالتالي بنتكلم على لو احنا بنتكلم على برود بيم اوف اكس رايز بنتكلم ان جزء منها بيبقى ابزوربت وجزء منها بيحصل له سكاترينج. الاتنيويشن هو الكومبايند افكت اوف الاثنين الابزوربشن والسكاترينج. يعني بنتكلم على الاتنيويشن بيضم ابزوربشن اللي هو بيحصل في الفوتو الكتريك افكت وبيحصل بيضم برضه السكاترينج اللي بيحصل في الكومبتون سكاترينج. الايكويشن اللي بتوصف لنا الاتنيويشن داخل مسافه معينه في الجسم لو احنا بنتكلم على عندنا انسيدنت intensity للاكس راي بيم اي نوت وبتخرج من الناحيه الثانيه اي، علاقه هي اي بتساوي اي نوت اي تو ذا باور ماينس الفا في اكس. الفا دي الاتنيويشن كوفيشنت والاكس ده الباث لينث المسافه اللي مشيها البيم داخل الجسم. فبالتالي بيبقى شكل العلاقه بتبقى اكسبوننشال ديكي بالشكل ده كده. لو رسمناها في سيمي لوج سكيل لو عملنا الواي اكسس خليناها لوج سكيل بيطلع لنا شكل لينير بالشكل ده كده، والسلوب بتاعه هو عباره عن الاتنيويشن كوفيشنت. فطبعا احنا بيحصل لنا هنا ريدكشن جامد جدا داخل الجسم، وطبعا ده من الحاجات اللي احنا بتهمنا ان احنا نبقى عارفين هي يعني كام، علشان الاتنيويشن كوفيشنت ده بيتغير من نوع معين من انواع التيشوز لنوع اخر، وبالتالي بينشا نتيجتها اختلافات في الانتنسي اللي خارجه من الجسم، وبالتالي نقدر نطلع منها كونتراست يسمح لنا ان احنا نعمل دايجنوستس.